بس خلينا نسأل بعض الأسئلة البسيطة الضعيفة التي إيه تساعد على الفهم. قول لي يا زياد، الجملة دي جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا في جملة فعلية؟ دي أستاذ زياد، زياد نام يا أولاد، ايوه زياد جمله، فين؟ جمله اسمها زياد أنت معانا؟ جمله اسمها ايوه الجملة دي موجود اسمية والله ولا فعلية؟ اسمية نعم؟ اسمية ايه يا بابا؟ قول تاني. بقول اسمية شكرا، اهي دي الجملة الوحيدة اللي دي الشكرا الوحيدة اللي هتاخدها النهاردة انت. مش هتاخد غير كده. سيف. سيف. يا مستر تعرف تقلب لي كلمة، تعرف تقلب لي كلمة العاطي؟ انا عاطي اه، أول كلمة اسم ايه؟ سهلة خالص ايه؟ مبتدأ مرفوع وكيف انضم شكرا، وهي دي الشكرا الوحيدة اللي هتاخدها النهاردة. بتوع تالتة ثانوي هيتنططوا عليكم كتير النهاردة. قول لي يا زياد. هناخد يا مستر شكرا هتشوف يا عم الحاج خلي على الله بس يا عم الحاج، استنى بس، اصبر اصبر لما نشوف ال شوف بس ال شوف الكلام هيودي على فين. تمام. طيب، سيف أعرب كلمة العاطي اللي هو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وخد واحد شكرا، ودي الواحد شكرا الوحيدة اللي هيشوفها النهاردة. تمام؟ أي بصوا بقى، السحر هيجي دلوقتي يا ولاد. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. آه، طب تختاروا مين بقى؟ مين اللي دخل الأول؟ مريم. قريب يا مريم الناس. خبر خبر مرفوع وعلامات رفع الدم مريم وقعت في البير يا أولاد. مع مريم وقعت في البير. تعالوا نشوف روان. اتفضلي يا روان. هيبقى مفعول به ياو، سحر. ماله يا روان؟ منصوب وعلامة نصب وفتح علامة نصبه الفتحة. اتنين شكرا يا روان، اتنين شكرا. مريم، مريم نعمت موجودة موجودة عرفتي الغلط فين يا ماما؟ عرفتي ليه وقعتي في البير؟ أنا عارفها دي إيه في النشيد بتاع الترم اللي فات كان في حاجة زي دي الله ينور عليك يا ابني. ها يا مريم، عرفتي الغلط فين يا حبيبتي ولا لسه؟ لا ما عرفتش لسه ما جمعتش مش العاطي دي اسم فاعل وعامل، تمام لأن في ألف ولام. صح آه، انا اسف راحت منك يا مريم، راحت منك. معلش. هارد لك. طيب، الخير. حد في المجموعة اللي موجودة عنده أي فكرة كلمة الخير دي تعرب إيه؟ هي مضاف اليه أي مفعول به ثاني مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ثاني ده؟ مين اللي قال ثاني ده؟ انا زياد زياد. زياد ثلاثة شكرا يا ابني. إيه ده؟ ده خد شكرا وأنتوا قاعدين. خد شكرا وأنتوا قاعدين، شكلكم وحش قوي. مش قلت آه، يبقى اطلع فوق هنا واكتب مفعول به أول منصوب. إيه ده؟ لا، مفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، كلمة محبوب مين اللي يعربها لي؟ مريم، بما إنك أنت أول واحدة داخلة. العاطي الناس الخير محبوب، اعربي محبوب عشان تاخدي شكر. دي بقى هتبقى الخبر خبر ماله؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة سيف. أنا مستر شكرا يا مريم، خدتي واحد شكرا يا ماما، لطشتي في واحد شكرا. قول لي يا سيف، عمرك يا ابني سمعت عن جملة اسمية فيها مفعول به؟ ما هي دي والله العظيم. لا صح، معاك حق، منطق بصراحة قدامي، ايه انت هتصعب عليا ليه؟ تمام يا حبيبي. طب عمرنا سمعنا في العادي ان جملة اسمية يكون فيها مفعول به يا سيف؟ بالظبط. زياد، ايه رأيك في الموضوع ده؟
دي موجودة في النشيد اللي فات، أنا عارفها النشيد اللي في الترم اللي فات ولا؟ أيوه ايوه، هل معنى كده بحثت ان عليها على كلمة النت لقيتها، اتفضل. بحثت عليها على النت لقيتها، مش فاهم هو ايه، اه بس عموما عرفت ان جمله اسمها كان مفعول به وخلاص، على الاسان ايوه، بيعمل عمل الفعل. الله ينور عليك يا ابني، الله ينور عليك يا ابني، ده انت كده شاطر، انت كده عملت اللي عليك وزيادة. طيب كلمة العاطي اسم فاعل، صح يا سيف؟ صح، صح، احنا خدناها السنة دي اسم الفاعل، تمام. ايوه في حاجة بقى اسمها اعمال اسم الفاعل، اعمال اسم الايه؟ الفاعل. مريم، قولي لنا يا مريم يعني ايه كلمة اعمال اسم الفاعل؟ عرفي اخواتك كده. مريم انا مش عارفه اشرحها ازاي. يعني بسيطة هي. طب روان، يلا يا روان اشرحي لنا كده يعني ايه اعمال اسم الفاعل. يعني هتشتغل ازاي على اللي بعديها، يعني بعديها هيبقى مفعول به او لا؟ طيب ماشي، هو اعمال اسم الفاعل معناها ان اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الايه؟ الفعل. وهي دي الفكرة الجديدة اللي المفروض هتدرسوها في اولى ثانوي، ان اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل. طب هو ايه اصلا عمل الفعل؟ عمل الفعل بيعمل ايه؟ بيرفع فاعل وقد ينصب مفعول، لأن المفعول به مش أساسي في الجملة، ممكن يجي لي جملة ما فيهاش مفعول به، زي اللي خدناه قبل كده اللازم والمتعدي. الفعل اللازم هو الذي ليس له مفعول به، لكن الركن الأساسي في الجملة هو الفاعل. ففي درس اسمه إعمال اسم الفاعل، اسم الفاعل في الحالة دي بمعناها بيعمل عمل الفعل. طب ايه هو عمل الفعل؟ بيرفع فاعل وبينصب مفعول به. اتفقنا على الجملتين دول يا سيف؟ ماشي يا مستر، ماشي. ماشي، شايفني شغال في سوبر ماركت تقول لي ماشي، اسمع حاضر. حاضر ايوه حاضر كده تمام، بيرفع فاعل قد ينصب مفعول، لكن بشروط. في شروط معينة لو اتوجدت في اسم الفاعل تخليه يعمل عمل الفعل، يعني مش أي اسم فاعل بيعمل عمل الفعل، لازم يكون فيه شروط. مريم، الشرط يعني. اللي هنا، الشرط اللي في الجملة دي هو إيه؟ مكرون بقال. بالظبط كده، يعرف بقلب. يعني يا أولاد، أول شرط من الشروط إعمال اسم الفاعل إن يدخل عليه ال، زي الجملة دي كده العاطي، كلمة عاطي اسم فاعل، وال هي اللي عرفته وخلته يعمل عمل الفعل. يعني إيه يعمل عمل الفعل يا زياد؟ إيه عمل الفعل يا زياد؟ يبقى زي الفعل عنده، بيرفع فاعل وبينصب مفعول به. قد ينصب مفعول به، قد ينصب مفعول به. يعني الجملة كده يا أولاد قدام عينينا، قدام عينينا هنشوفها عاملة كده، لكن في دماغنا هتبقى عاملة إزاي؟ في دماغنا يعطي الناس الخير محبوب، ده في دماغنا. خدوا بالكم في فرق كبير ما بين الجملة هنشوفها إزاي في دماغنا والجملة هنشوفها إزاي بعينينا. دي الجملة اللي هنشوفها بدماغنا اللي هي دي، يعطي الخير محبوب، دي في دماغنا لكن مش في عينينا. عينينا هنلاقيها العاطي الناس الخير محبوب. اتفقنا؟ سيف، عايز أسألك سؤال لو سمحت. اتفضل مستر. ليه اسم الفاعل ده اللي هو كلمة العاطي عامل، يعني بيعمل عمل الفعل؟ ليه؟ 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 ها؟ ليه؟
سيف انت صاحي؟ صح. مش عارف بس مؤاخذة يا أولاد، أنا اللي نمت مش أنتوا. يلا يا سيف، ليه كلمة العاطي كاسم فاعل تعمل عمل الفعل؟ إيه السبب؟ شايفه نعم؟ عارف لا يا راجل، ليه كده؟ ليه بس؟ ليه؟ طيب هي فين اسم الفاعل اللي هنا يا سيف؟ العاطي حلو، شيل الألف واللام كده. عاطي ايه الزيادة اللي دخلت عليها؟ الألف ولم برافو عليك، يبقى اسم الفاعل يا ولاد، اسم الفاعل، الكلام ده طبعا كلكم فاهمينه، اللي هو كلمة على وزن فاعل سواء بتوع تالتة إعدادي أو بتوع تالتة ثانوي. اسم الفاعل لو دخل عليه ألف ولام بيعمل عمل الفعل، بيعمل عمل الإيه؟ عمل الفعل الفعل، تمام؟ وعمل الفعل بيرفع فاعل وبينصب مفعول، يبقى الجملة في دماغي هتبقى يعطي هو الناس الخير، وهقف عند كلمة محبوب مش هعرف أعربها في دماغي، لان مش هينفع تتعرب خلاص في الحاله دي، مش هينفع تتعرب، هتبقى كخ كبير مش فاهمه، لكن هنا هتبقى سهله. العاطي مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، الناس مفعول به اول منصوب علامه نصب الفتحه، الخير مفعول به ثاني منصوب علامه نصب الفتحه، محبوب خبر مرفوع علامه رفع الضمه، ولاول مره في التاريخ ولاول مره في حياتنا بنلاقي ان في جمله اسميه في وسطها مفعول به. اتفقنا؟ وصلت الحتة دي يا سيف؟ ايوه مستر ايوه واضح وصلت الحتة دي يا زياد؟ ايوه تمام، حلو قوي. طيب تعال يلا، طالما انتوا شاطرين بقى كده وبتتنططوا، تعالوا اما انكد عليكم. أمساعد الرجل أخاه؟ على فكرة الزرار معلقش مني ولا حاجة، ده أنا اللي عاملها كده. يا أستاذ، لا يا أستاذة مريم، نعم يا بس اعربي لي الرجل. الرجل ده فاعل صدى ماله؟ صدى الخبر برافو عليك، ماله؟ فاعل ايه؟ فاعل ايه هيكون ايه يا مريم؟ فاعل ايه؟ مرفوع كم انت بتزعقي لي؟ ها، لا لا فاعل مرفوع. ها، فاعل مرفوع وعلامة رفع الدم الايه يا ماما؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الدم شكرا يا مريم، شكرا، برافو عليك. خدت بالك يا سيف من الحته دي؟ ايوه خدت بالك يا زياد من الحته دي؟ ربما ربما، ميبي، يعني احتمال، قد يكون وقد لا يكون. قل لي يا زياد، هي كلمة مساعد اسم فاعل ولا مش اسم فاعل؟ اسم فاعل الهمزة اللي في الأول دي، شفت علامات الاستفهام اللي أنا حاططها الكتير دي؟ مش دي همزة استفهام؟ اي ومريم أعربت وخدت شكرا وأنتوا قاعدين، وكلمة الرجل قالتها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، معنى كده إن اسم الفاعل ده عامل ولا غير عامل؟ عامل صح، يبقى معنى كده إن اسم الفاعل لما قلنا لو يجي فيه ألف ولام يعمل اتنين يسبق
استفهام. يبقى ده الشرط الثاني لعمل اسم الفاعل. أولا شرط واحد يعرف بالألف واللام، اتنين يكون، ثانية واحدة، يكون يسبق باستفهام. يسبق بإيه؟ فهم. وصلت يا سيف؟ أيوة. طيب حلو قوي. بما إنها وصلت، روان اعربي لي أخاه عشان تاخدي الشكر. هتبقى مفعول به منصوب بالألف. ايوه. مفعول به منصوب بالايه يا ماما؟ بالألف. بالالف، عشان لما نيجي نحط له ان يبقى الموضوع واضح. اتفقنا؟ ماشي. ماشي اوكي. يبقى الجملة دي يا ولاد عبارة عن ايه؟ المساعد. مساعد. انا عندي كلمة مساعد اسم فاعل، والهمزة الاستفهام خلت اسم الفاعل يعمل. يبقى يعني ايه يعمل؟ يعني يرفع فاعل وينصب مفعول. أمساعد الرجل أخاه؟ يبقى مساعد عملت عمل الفاعل مع إنها اسم، والرجل إعرابها فاعل وأخاه مفعول به، مع إن الجملة اسمية بادئة باسم، وهو ده السحر اللي بنتكلم عليه النهاردة. مفهوم يا ولاد؟ مفهوم. تمام. حاجة تانية، الرجل الطيب، لا الرجل المخلص، عايز اجيب لكم حاجة صعبة. الرجل المعطي الناس الصدقات محبوب. حد عنده فكرة الجملة دي طب ايه؟ ها الاثنين ممكن ممكن. سيف ابدأ يا سيف. ماشي. ماشي اسمها ماشي، حاضر. اسمها ماشي. نلعب مع بعض في الحديقة أنا عشان تقول لي ماشي. طيب طيب اعرف يا عم الحاج. الجوجل مبتدأ مفعول. صح شاطر. تعرف تكمل؟ المعطي إيه اسمه ده؟ اسمه ايه؟ اسم اسم فاعل. اسم الفاعل ده مش اعرابي يا استاذ سيف. كلمة عارف اسم فاعل يعرب. أيوة. مش اعراب، دي نوع مبتدأ. فرحان اللي انت بالمبتدأ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المعطي ماشي عليها القاعدة يا سيف، عادي جدا. القاعدة بتاعتنا، القواعد السهلة البسيطة بتاعتنا. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. روان طيب اعربي المعطي. تبقى نعت نعت ماله؟ مرفوع وعلامة رفع الضم. شكرا. اثنين شكرا يا روان. ايه ده؟ 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 ايه يا سيف؟ ألف ولام وألف ولام يا حبيبي، الاتنين معرفة، يبقى تديني نعت. مش صعبة. ايه؟ أيوه حاضر. كده شاطر، شطور شطور حبيبي. نخش على مريم. الناس. الناس الرجل الماطي الناس. ثانية واحدة. أنا مش سامع حاجة أقسم بالله. مريم انت بتتكلمي ولا مش بتتكلمي؟ الناس فعل. الله اكبر
غلط. مفعول به؟ انت هتختاري، انت جايه حاجزه مده ولا مدتين؟ انت بتختاري كل حاجه ولا ايه؟ اعرابك ايه لكلمه الناس لو سمحتي؟ اخر اعراب. ما اعرف. يا شيخ حرام عليك، انت واثقه في زياد صح؟ اديله الشكرا بقى. اتفضل يا زياد. مفعول به، مفعول به منصوب نائب نصب الفتحة لأنه جمع تكسير. خلص. ممتاز. مفعول به اكتب ولا ما اكتبش ولا ايه؟ ماشي. مفعول به أول. شكرا يا سيف، شكرا يا سيف، ميرسي ليك يا ابني. اهم ولا كلمة لازم نسمعها هي كلمة أول، لأن الفعل يعطي من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، يبقى لازم نخلي بالنا من الجزئية دي قوي يا ولاد، خدوا يعني بالكم ضاعت اوعوا تنسوا. صح؟ نعم؟ يعني شكرا ضاعت. لا ما ضاعتش ولا حاجة، كمل. هناخد الصدقات. مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الكسرة. تمام، قول بيه ثاني. منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ايه ده؟ هو في مفعول به منصوب بالكسرة؟ روان المعنى الثالث الحقي، زياد بيقول غلط، زياد بيقول غلط، صح ولا غلط؟ لا صح، صح، انت ماشي ورا زياد؟ عشان جمع مؤنث ثاني. الله ينور عليك يا بنتي، الله ينور عليك. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. تمام؟ أستاذ سيف اقرب لنا محبوب لو سمحت. محبوب خبر مفعول متقدم. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو مين اللي خد الشكر ولا ايه؟ ايه ده، ما حدش خد شكرا؟ لا، مريم شكرا، روان شكرا، زياد شكرا، كله طب شكر، وسيف وسيف محبوب؟ شكر. يلا عشان رمضان زكا، بطلع زكا. يبقى كده يا اولاد لتاني مرة السحر بيشتغل، وفجأة بلاقي جملة اسمية الرجل المعطي الناس الصدقات، يعني ما فيهاش اي فعل خالص، ما فيهاش أي فعل ولا فيها ريحة الفعل خالص، وفجأة بلاقي إن في إعرابات مفعول به في النص. طيب هنا بقى السؤال اللي بتوع تالتة إعدادي، اللي هيجاوب عليه هديله 5 شكرا، 5 شكرا. كلمة المعطي عملت هنا عمل الفعل واشتغلت زي الفعل، مين يقدر يقول لي الشرط؟ نبدأ بالترتيب، اللي دخل الأول سيف. أسمع؟ معرف بقل لا مش معرف بقل، صح ماشي، بس عايز شرط جديد. لاحظ كده، لاحظ كده، استنوا استنوا بس أجيب لكم الجملة كده عشان تلاحظوا أهي. ها، ليه كلمة المعطي اشتغلت؟ سيف قال عشان معرف بقل، وده كلام منطقي سليم صح، بس في أسباب تانية مش سبب واحد، أسباب تانية جت هنا وخلتني أقول إن ده اسم فاعل عامل. لاحظت حاجة يا زياد؟ الرجل رغم معرفش ماله الرجل، بتعمل ايه بس ماشي. ماله الرجل، الرجل المفروض ها الرجل ده لو حطيناه قدام بقى فاعل، نعم. مش المفروض الرجل ايوه فاعل، بس ان لا هو ده جاي نحو مبتدأ في جديد الاسم يا الاول. حبيبي، لا ده نحو جديد، انت بتخترع نحو، انت انا بقول لك لاحظ بس ما تخترعش نحو الله يرضى عليك. طيب نروح لمريم. مريم، هاي ليه مستر، ليه كلمة المعطي بقت اسم فاعل عامل؟ ليه؟ الماضي ده بيدل على الحاله المستقبل. ده كده جو تاني خالص، انت بتقولي اي كلام في اي كلام. انا طب نسأل، بذكر الاسباب، اي اسباب في دماغي بقولها لا نسأل روان. عشان استند على مبتدأ تاني. برافو يا روان، شطورة يا روان،
شطورة انت كام؟ أربعة. شكرا يا روان. طبعا أنا عارف إن ده فيه ظلم لبتوع تالتة إعدادي، بس معلش يسبق بمبتدأ، يعني لو جه قبل منه مبتدأ برضه يعمل. وفي شرط رابع المفروض بتوع تالتة ثانوي هم اللي يبقوا عارفينه. ايه الشرط الرابع يا بتوع تالتة ثانوي؟ طبعا بما منادى ان أو حال، ايه يا ماما، منادى أو حال، هو هي في الحالة، هو منادى والحال شروط برضو، بس الحالة دي اللي هي الرجل المعطي، الرجل المعطي المعطي. ما هو ده مكرون بقلب. ما انا عارف يا ماما، احنا قلنا السبب ده وروان قالت سبب تاني ان جه قبليه مبتدأ، بس يبقى مفيش غير تفتكر الحالة والاستقبال. حل ايه بس يا ماما؟ مش حل ولا حاجة، هي اعراب كلمة المعطي ايه؟ نعم، ده يعني ايه بقى؟ معرفش. يلا روان يعني يجي نعم. يجي نعت. لسه في شرط كمان، لسه في شرط كمان اللي مريم لسه قايلاه من شوية. حد فاكره؟ فاكره يا زياد؟ خدت بالك منه؟ حل وما اعرفش حاجة تانية كده. ايوه. يكون ايه حل؟ اه يكون حال. يكون حال. يكون ايه؟ حل تمام. جاء الرجل مساعدا الناس. طيب نبدأ بالترتيب. أول واحدة دخلت مريم، تفضلي يا مريم اقربي الجملة دي. تمام. جاء ده فعل عادي. طيب فعل مال، هو الرجل فعل ايه؟ فعل ايه الأول؟ هو اللي تمام. فعل مبني، وعلامة فعل مبني. انا نسيت اعرف. ايوه ما انا عارف، ما انا بوتركم كده على فكره، انا بوتركم كده عشان خاطر لما تخشوا الامتحان تبقوا جاهزين متوترين جاهزين، بدل ما حد يوتركم في الامتحان. فعل ايه؟ نوعه ايه يا ماما؟ فعل مبني. يا بنتي نوعه ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فعل ماضي. فعل ماضي مبني. على الفتحة تمام تقريبا. الحمد تقريبا، لله انا صح. احتمال ان شاء الله تطلع صح. طلعت صح، بركه. الرجل الرجل فاعل. صدق. فاعل عادي. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. تمام. مساعدا الرجل مساعد. كيف جاء الرجل؟ جاء مساعد مساعدا. ها لحال حال مالها؟ منصوب. حال حال ايه؟ حال هو الحال بيسبق اللي قبله صح؟ ايه ولا منصوب؟ منصوبة؟ منصوبة. الحال هي الكلمة الوحيدة اللي بتعامل على إنها مؤنث. الحال في اللغة العربية هو الكلمة الوحيدة التي تعامل على إنها مؤنث، يعني لما أجي أعربها أقول حال منصوبة. وعلامة نصبية للفتحة. حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. كملي بقى يا مريم. الناس. الناس مفعول به. أيوة شكرا يا مريم. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مستر انا اسفه لو هقطع حضرتك، بس ينفع تشوف المسج اللي انا كنت بعتها في الجروب بتاع العربي بتاع الدرس؟ مسج دلوقتي على ما هو طول دي انت مهمه قوي. مهم قوي قوي يعني ايوه للدرجه دي؟ حاضر يا مريم. تبعتها في جروب العربي ولا جروب مسافر؟ لا، جروب العربي. ينفع نخليها واحدة ونص؟ ينفع نخليها واحدة ونص. خلاص شكرا يا مستر.
أنا رجعت تاني ولا لأ؟ ايوه أيوة، في ناس بترد عليا أهو. في حد سامعني؟ ايوه يا مستر، تمام. ايوه كلكم سامعيني؟ طب الحمد لله. طب أنتوا شايفين الشيت اللي قدامي ولا مش شايفين؟ ايوه حرك كده الماوس، إيه؟ حرك الماوس كده، اهو. تمام طيب شغال. عشان ساعات كله بيبقى واقف في تمام مكانه. ايوه خلاص. انا دلوقتي واقف عند كلمة محبوب، صح؟ صح يا ولاد ولا مش صح؟ ايوه تمام زي الفل. تمام، يبقى الشرط الزيادة اللي هزوده يا ولاد ان هو يأتي حالا، إنه يكون حال. في الحالة دي الشروط دي بتخليه اسم فاعل عامل. طيب عندي واحد كمان اسمه يسبق بنفي، يسبق بنفي، يجي قبل منه نفي جملة. ريت خليك انت. ما مكافئ المدير الطالبات؟ ليه؟ ايه العكننة دي؟ ليه؟ ليه الطالبات شاطرين؟ ليه ليه ليه؟ ما مساعد البخيل الناس؟ دي كده احسن. يلا مين يعرب الجمله دي بقى من بتوع تالته اعدادي؟ ياخد الجمله دي ويعربها كلها على بعضها. وأولا ما دي أداة نفي، استنى يا حبيبي لما نشوف سيف فين، صح ولا نايم؟ صح يا مستر؟ صحيح. طيب طيب انت هتعرب نصها يا زياد وسيف هيعرب نصها. أيوة أنا عارف النص اللي في الآخر، مش عارف النص اللي في الأول. خلاص ندي النص اللي في الأول لسيف. يلا يا سيف. صح. أنا ما سمعتش حاجة. ما أداة نفي، طيب مساعد. مساعد، آه مشكلة كبيرة. اتفضل يا سيف. اصل زياد ما سابهالكش جدعانه، خد بالك. عارف اه انا سايبها له عشان انا فاهم، انا شايفه قدامي، انا شايف حاجه مش هعرف اعملها اساسا. اه بص لبسك في حيطه، احنا جايين نهدي النفوس، انتوا اخوات يا ولاد والمفروض تساعدوا بعض، ما يصحش كده. بس هنعمل ايه بقى؟ اتفضل. انا بهدي النفوس، انا ما بهديش النفوس، انا اللي معايا دول كلهم اعداء بالنسبه لي في البتاع ده. يا ساتر اصبر، اعداء ليه يا عم الحاج؟ احنا كلنا اخوات وحبايب. لا انا يلا بلعب كوماند يا عم وكونكر، ما سيف. عنديش الكلام ده. ما اعرفش يا مستر. ما تعرفش، ما تعرفش زياد. ايه زياد يلا اعرب مساعد. انا مساعد، انا عارفها انا دي. ها تفضل. طيب اها، واحد اتنين مبتدأ مبتدأ. ماله؟ الضم. جت معاك يا ابني. أمليه يعني يا مستر؟ تصدق؟ تصدق؟ واضح ان ماما دعيا لك يا حبيبي. أستاذ نعم. ليه؟ مين اللي بيتكلم؟ سيف
اتفضل يا سيف. ليه؟ عشان اسم من اول الجملة، شيل ما خالص كده ماشي. بس كده يا حبيبي، ومنا فيها لا تأثير لها. طيب كمل يا زياد. البخيل. ايوه فاعل، فاعل مرفوع من رفع الضم، الناس مفعول به. علامة رفعه الضمة. تمام. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شكرا. اتنين شكرا يا زياد. كده تمام، كده حلو قوي يا أولاد. يبقى كده الشروط بتاعتنا أهي. لو اسم الفاعل جه معاه ألف ولام يعمل عمل الفعل، لو اسم الفاعل سبق باستفهام يعمل عمل الفعل، لو سبق بمبتدأ يعمل عمل الفعل، لو كان موصوف يعمل عمل الفعل، لو كان حال يعمل عمل الفعل، لو يسبق بنفي يعمل عمل الفعل. يا خسارة يا خسارة، كان نفسي الباقيين يحضروا الحصة دي. طيب الجملة دي الأسرع والأدق هو اللي هياخد الشكر بتوعها. ثلاثة شكرا، الأسرع والأدق. الواهب، الناس، النور، محبوب بين الناس. أنا عارفة. روان. قول يا روان. الواهب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الناس هيبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفعول به تمام أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ايوه كده. النور هيبقى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ايوه حبوب هتبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. باينة، باينة دي ظرف، ايوه ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ايوه والناس هتبقى مضاف إليه مجرور وعامل جر وكسر. ثلاثة شكرا يا روان. شاطرة يا روان. روان نعم. ضحكت عليكم يا أولاد، ضحكت عليكم يا أولاد. جملة تانية. روان، معلش يا روان، ليه اسم الفاعل ده عامل؟ عشان في ألف ولام. تمام، برافو عليك. ثلاثة شكرا مستحقين يا روان. الجملة اللي بعديها ونشوف مين اللي هيعرف. ما معين، لا بلاش الكلام ده. ما مساعد الناس غير الخلوق. امال ايه؟ محدش رفع ايده، قاعد في الصحراء. انا قاعد في الصحراء. زياد، زياد يا جماعة فتح صدره وداخل. اتفضل يا عم زياد. ما أداة نبذ، ماشي مساعد، مبتدأ مرفوع من رفع الضمة، تمام. الناس مفعول به منصوب عليها بنصب الفتحة. تمام. تعالى تعالى يا ريت تعالى. نقول الجملة بمرفع إيدي. ايوه انت رفعت ايدك، خلاص اشرب بقى. انت كده هتغير، ضمنت واحد شكرا لبتوع ثالثه ثانوي. أفعل غير بتاعه. ها اها. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، مفعول بيه أول. خمسة. مين يجاوب؟ مين يخش في الجملة دي؟ أول يا مستر. ممكن في أنا؟ واحد، أنا في واحد عرفتها. شكرا. ها منعت. نعت مين؟ غير. لا ما نعتش. أنا ممكن عارفها. أنا؟ في دوشة كتير، انا مش عارف مين اللي عارف ومين اللي مش عارف.
انا عارفاها، ولا لو كمان انا عارفاها عارفاها بس مش ومريم متأكدة منها. عارفاها، سيف قاعد على جنب مستخبي خايف منكم، سيف خايف، مفعول سيف بيها خايف ايه؟ مستر، مفعول بيها أول، ما في غلط. وايه اللي مفعول بيه اول؟ شفتي؟ لا لا مش صح. طيب نشوف مريم، نشوف مريم، ندي فرصة لمريم. اتفضل يا مريم. ما هتبقى ذات نفس؟ ماشي. مساعد. ايوه ثواني كده. ثواني ثواني. مساعد. مبتدأ. الناس فاعل. غير أداة استثناء. يا نهار اسود. بس يا ماري خلاص يا ماري، من حاضر. غير ما تبوظيش العيب بتوع تالتة اعدادي، الله يرضى عليك. بس يا مام بس ما تتكلميش بقية اليوم، يعني بقية اليوم انت صمت. روان اتفضلي. تبقى مستثنى منصوب. مستثنى؟ لا ما مستثناش، الخلوق ما يعني مستثناش مستثنى خالص، يعني. ما مستثناش خالص، لأن ده ناقص منفي، يعني بيعرب حسب موقعه في الجملة يا رواق. ايه اللي ناقص منفي؟ الأسلوب. أوه. طيب أعرب أنا وآخد الشكرا، أعرب أنا. ثلاثة. شكرا ليك يا مستر. ثلاثة أحلى حاجة إن أنت بتوزعي شكرا. ها أعرب أنا، أعرب أنا. ما أداة نفي؟ مساعد، مبتدأ مرفوع، علامة رفع الضم. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. غير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الخلوق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن ما وغير هنا دول ناقص منفي، أسلوب استثناء ناقص منفي، مفيش جروب أصلا. فأنا هعربها على إنها مستثنى إزاي. هارد لك بس محاولة كويسة يا روان. يلا مستر، نعم يا حبيبي. مش احنا المفروض جايين نهدي النفوس اتفضل صح؟ وانا بقول عكس كده. اتفضل. طيب انا جات لي فكرة يا سيف، تيجي تحالف. تحالف؟ احنا هنلعب بقى ايه يا عم الحاج؟ احنا هنلعب ريد اليرت. تحالف ايه؟ لا دي. تحالف لا مش ريدا. ونلعب استيميشن. يلا يا عم لا الحاج رجع الحصه. بلعب مش ريدا ليرت، لا جنرال زيرو اور او بابجي. الله ينور عليك، والله وحشتنا وهتوحشنا والله يا زياد، هتوحشنا هتوحشنا. مستر لو ريد اليرت مش شغال عندك، جبت لك لعبة حلوة على التليفون، بس نتكلم فيها بعدين. مش وقته، مش وقته، مش وقته خالص، مش وقته خالص يا زياد. بعدين عارف. ايوه بعدين بعدين. طيب المجتمع المشارك الآخرين، مجتمع متعاون. مين يخش؟ مين يخش؟ صحراء، أنا قاعد في صحراء، كله هيعمل فيها دوري دلوقتي. ممكن مات. يلا نجرب، يلا نجرب. يلا جرب يا زياد. عشان بس ما بقاش متلخبط، انه في تقديم وتأخير على ما أظن كده، في حاجات محطوطة قدام المفروض يا ترجع عم ورا. انت بتدي مقدمات ليه؟ اعرب الجملة، الله يرضى عليك، اعرب الجملة. بالمجتمع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والمشارك نعت مرفوع علامة رفع الضمة، والآخرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. و الله استنى بس، واقف هنا لا 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 لا، بس، معلش ما معلش يعني. لالاش خلاص، الموضوع خرج من لا ايدي. الآخرين دي مفعول مضاف به، اليه مفعول مين يا به، عم الحاج؟ مفعول به، مفعول به، خلاص مفعول به، كمل. مفعول به منصوب. لا مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. ماشي. مجتمع، مجتمع دي خبر، خبر مفعول رفع الضمة، ومتعاون نعت مرفوع علامة رفع الضمة. شكرا يا ابني شكرا. فلت 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 صح. المجتمع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المشارك خبر، سوري، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. مجتمع
خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، متعاون نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. شكرا يا زياد. طيب سيف، نعم سيف سؤال لو سمحت، كلمة المشارك هنا هي اسم الفاعل صح؟ ليه هنا جه بعديها مفعول به، أو ليه عملت عمل الفعل؟ إيه اللي خلاها تعمل عمل الفعل هنا يا سيف؟ موصوف نعت تمام، وإيه كمان؟ عشان ما اعرف بقل برافو عليك يا ابني شاطر، وإيه كمان؟ وجه قبلها إيه؟ ايه اسمه ده ها؟ اعرف المجتمع وأنت هتفتكر على طول اسمه إيه؟ بيسبق بالمبتدأ اتنين. شكرا يا ابني شاطر، برافو عليك شاطر والله العظيم شاطر يا سيف. الله أكبر. المعلم آت التلاميذ بمعادلات صعبة، مين يخش؟ أنا ممكن أجرب. يلا يا روان. المعلم هتبقى مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ايوه آتنا هتبقى خبر، ايوه خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، هو بيتقال، هو خبر صح بس ما بيتقالش كده يا روان. مش مرفوع. لا صح، بس بيتقال ايه؟ خبر مجرور لفظا مرفوع محل. ايوه، هو طيب ايه اللي انا بسمعه ده؟ لان انا ما فهمتش حاجه. المعلم خليك في حالك الله يرضى عليك، اهدى بس 5 دقايق وانا اقول كل حاجه. نام دلوقتي، نام ريح دلوقتي، بابا جاب موز، استنى بس. ها يلا يا نام. روان. لا مش نام، اوعى تنام. يلا طيب التلاميذ مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ايوه الباء حرف بر، معادلات اسم مجرور وعلامة جر والفتحة، معادلات لا 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 عشان مؤنث سالب. خلصتي؟ ثانية واحدة، بمعادلات صعبة، نعت مجرور وعلامة جر والكسر، يعني انت جبتي الصعب كله وغلطتي في الحاجات السهله. في معادلات. ايوه طبعا. استني مريم. مستر لو سمحت حضرتك قلت لي ما تكلمش لحد اخر اليوم، لا اعمل لما انا حاجه اقول لك كده. اتكلمي تتكلمي، يلا. في غلطه روان غلطتها. هو المفروض تبقى بالكسرة عشان ده مؤنث. بالظبط كده، بالكسر عادي يا روان، هو بينصب بالكسر، لكن في الجر بيتجر بالكسرة برضو عادي، ما فيهوش مشكلة. وانت عكستي وخلاص. طيب مريم يا بركة كده، جات لك لحد عندك دي بركة وجات لك كده، يبقى شكرا يا كده أستاذ. انت خدتي مين الاتنين. شكرا يا مريم. طيب الجملة دي بقى الاعراب فيها شفوي، اعراب فيها شفوي، ونشوف بقى مين اللي هيعرفها. المعطي، الآخرين، الاهتمام، سعيد في حياته. مين يشتغل؟ هسمع إعرابكم كلكم على فكرة، هسمع الإعراب كله. أشتغل أشوف كده في إيه. اشتغل يا زياد. المعطي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الآخرين مفعول به منصوب على نصب الياء، الاهتمام بس ده الأول، الآخرين مفعول به الأول، ايوه كده. الاهتمام مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة، سعيد خبر مرفوع علامة رفع الضمة في حرف جر، حياته حياة اسم مجرور بفيه وعلامة جر والكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.
اسمع اللي بعده. روان. ماشي. المعطي هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الآخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، المعطي الآخرين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء، ايوه كده، ايوه كده. والاهتمام هتبقى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سعيد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في حرف جر، حياة هتبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء هتبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام. زياد. سيف، ايه يا مستر؟ اعرابك يا حبيبي. المعطي مبتدأ مفعول مترفع الضمة، الآخرين أول منصوب وعلامة نصب الياء، الاهتمام قول به ثاني وعلامة نصب الفتحة، سعيد خبر مؤخرا مترفع الضمة، في حرف جر، حياته اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام يا سيف، تمام يا سيف. ماشي. مريم، هاي مستر. اتفضلي يا حبيبتي. معطي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الآخرين مفعول به أول منصوب وعلامة نصب به الياء، الاهتمام مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب به الفتحة، سعيد فتحة. خبر فتحة. تمام 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 يا حبيبي. سعيد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في حرف جر، حياة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، الهاء ضمير مبني في محل مضاف إليه. تمام. للأسف الوقت خلص، معلش. إن شاء الله أقول لكم المرة الجاية مين اللي كسب، عشان الوقت خلص. معلش يا أولاد، مثلا احنا كلنا عربنا نفس الإعراب. أنا آسف. ما بس في بقى حاجات كده صغننة، هي دي اللي تفرق إعراب عن إعراب، وتفرق مين اللي أعرب صح ومين اللي عنده حتة صغننة كده عايز يظبطها. لكن في النهاية أنا سعيد بيكو جدا، وميرسي ليكو قوي، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي. باي.